الحقيقة بهذه المناسبة نتاع إحياء الذاكرة، أنا أعتز وأفتخر أن الجزائر قررت إحياء يوم الذاكرة، لأن الشعب أي شعوب من العالم في حاجة إلى أن تكون له ذاكرة، والذاكرة في حاجة إلى 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 أن نصونوها نرعاوها كما اللي يرعى شجرة. شجرة باش تمد النفع وتمد الثمار لازم تكون مسقية ثم تثرى، مش نقولوا الله يرحم الشهداء ونسكتوا نروحوا نديروها فوق الطريق وتحت الطريق. عندما نقول الله يرحم الشهداء يليق نشعر في عمقنا أننا واجبنا أولا أننا ننقل أخلاقيات الشهداء، كيفاش مشاو الشهداء، كيفاش المجاهدين في الجبال، كيفاش كانوا يتعاملوا بعضهم، كيفاش كانوا يحترموا بعضهم، كيفاش الأخلاقية تاعهم لازم نقريوها في مدارسنا، كيفاش كانوا مخلصين بيناتهم، مخلصين للوطن. ولذلك أنا أمنيتي أن الأجيال تاع اليوم اللي راهم في الوزارات وفي الإدارات العمومية في البلدية وفي الدائرة ويتعاملوا مع الشعب يتعاملوا بأخلاق الثورة بكل احترام بكل تقدير، لأن الأمة لا تبنى بناء صحيحا إلا بالأخلاق، الأخلاق الفاضلة. والأخلاق الفاضلة المجاهدين عطوا دليل أنهم قادرين بالفعل يتخلقوا بأخلاق فاضلة. ولذلك أتمنى أن الجزائر الجيل اللي راهو اليوم واللي يجي غدوة أنه يتخلق بأخلاق الثورة بأخلاق المجاهدين، وقرأوها قرأوا أخلاق المجاهدين باش تشوفوا أن الثورة لم تنتصر إلا بالسلاح إلا بالله أكبر، وإنما انتصرت بالسلوك بحب الوطن وبالرؤية إلى المستقبل. إليكم انتم، يموت يغمض عينيه الدم يسيل من فمه وعارف باللي خلاص هذيك اللحظة الأخيرة يرفد يده يقول الله أكبر، يقول تهلاو لي في الجزائر، تهلاو لي في الجزائر كيما أم العين، تهلاو لي فيها لؤلؤة، إذن تهلاو فيها.